نفت موسكو أن تكون هي وراء فيديوهات مزيفة مرتبطة بالانتخابات الأمريكية، بعدما اتهمت الاستخبارات الأمريكية روسيا ببث فيديو مزيف يظهر مهاجرا من هايتي يعلن أنه صوت مرات عدة. هذا وذكرت ثلاث وكالات استخباراتية أمريكية في بيان مشترك بأن أطرافا روسية مؤثرة قامت باختلاق الفيديو كجزء من مساعي موسكو الأوسع لإثارة أسئلة لا أساس لها عن نزاهة الانتخابات الأمريكية. وأشار البيان أيضا إلى أن أطرافا روسية تقف وراء تسجيل مصور زائف آخر.